تواصل الحكومة الجديدة البرنامج الطموح لتطوير البنية التحتية وتحسين الربط بين المناطق المختلفة، وذلك إيمانا منها بأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه شبكة الطرق لتسهيل وتيسير حركة التجارة والنقل والأعمال. استراتيجية وطنية تبنتها الدولة لجعل مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ذلك من خلال تطوير شبكة الطرق والكباري ومنظومة السكك الحديدية وإنشاء شبكة مترو الأنفاق. هذه الاستراتيجية تستكملها الحكومة الجديدة في برنامجها الطموح لتطوير البنية التحتية وتحسين الربط بين المناطق المختلفة، إيمانا منها بأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه شبكة الطرق لتسهيل وتيسير حركة التجارة والنقل والأعمال بشكل عام، ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات. مرتجزات الاستراتيجية تقوم على ثلاثة برامج فرعية تتضافر معا لخلق بنية تحتية قوية ما بين مشروعات قومية للطرق وربط محاور النيل المختلفة، وكذلك سلسلة من الكباري العلوية والأنفاق. ويهدف تنفيذ المشروع القومي للطرق إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، بالإضافة إلى خدمة مناطق التنمية الزراعية وخفض أزمنة الرحلات، بالإضافة أيضا إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنويا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية. مع استكمال المشروع القومي للطرق والذي يتضمن إنشاء 7000 كيلومتر طرق وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، ويأتي إنشاء محاور النيل بهدف ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل بما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود، بالإضافة إلى استكمال مخطط إنشاء يقدر ب 35 محورا جديدا على النيل في صعيد مصر والوجه البحري. ويهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلى حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، حيث يتضمن البرنامج استكمال مخطط إنشاء يقدر بعدد 1000 كوبري علوي ونفق على شبكة الطرق. وحققت الدولة إنجازات ملموسة في منظومة السكك الحديدية، واتجهت الحكومة إلى تطوير هذه المنظومة وسعياً لاستكمال الجهود في هذا الشأن. تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على عدة محاور رئيسية بما يشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية إلى جانب تنمية العنصر البشري. وفي ظل الاهتمام العالمي نحو تحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة، عكفت الدولة على التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة بما فيها مشروعات النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة. ومن هذا المنطلق يضع البرنامج خطة شاملة تتضمن برنامج فرعي واحد يستهدف تنفيذ شبكة نقل حضري متكاملة تتضمن تطوير شبكات مترو الأنفاق والنقل الحضري، بما في ذلك تنفيذ شبكة القطار الكهربائية السريع بطول 2000 كيلومتر وخطى مونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كيلومترات واستكمال القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كيلومتر والخط الرابع لمترو الأنفاق ومترو الأسكندرية وترام الرملة. خطة طموحة وممنهجة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بمنظومة النقل بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.